اهلا وسهلا، اهلا بيك. قبل فترة حكينا انا ويا ست سليمة، هم سوينا وياها مقابلة قصيرة على التليفون. اي حابين نسأل حضرتك، وين انت اليوم؟ بدك تحضرين شيء لنا او لا؟ وين حاضرين معنا يعني؟ تحضرين شيء يعني تقدمي جديد لجمهورك؟ اغلب الشباب دا يسألون على الفيسبوك بالصفحة. والله يعني شيء يتمنى، لانه احنا معاناة قاعدة نعاني من انه ما نقدر نقدم شيء يعني جديد حقيقة. ماكو لا فضائيات اللي تساعدنا بتصوير، بس يوعدون يعني العراقية، خوف العراقية ما اعرف يعني، ما يعني ما اريد احكي يعني، بس ما نقدر ما نقدر نسوي شيء يعني. احنا شفنا حضرتك بفيديو كليب تصور للعراقية، نسيت لأي أغنية كان بالضبط، بس وعدتي وراها انه حينزل فيديو كليب بعده هم يعني ثاني، بس ما شفنا يعني هذا الفيديو ظهر قبل ايش قد هاي؟ قبل ايش قد؟ قبل سنة تقريبا. لا لا، هسه قبل اقل من شهر انا هسه سجلت لهم جلسة، برنامج جلسات عراقية صحيح سجلت صحيح، لهم. بس قصدنا انه فيديو كليب. وطبعا طبعا انا اريد تكتبون همين، تكتبون انه ويعدونا يعطونا اجور وما اعطونا اجور. العراقية. اي اوكي، هو طبعا كله راح يعني اريد ينباع. اي تدري عليها اذا تريد تكتب عنها، هو يعني اذا حاضر، هو راح تكتبون ينعرض يعني اصلا صوت. يوعدونا حاضر، بعمل. اي هو راح يعني راح يكون مسجل اللقاء، يعني هذا راح مثل ما انت تقولي حينزل. ها اي اي كل زين اي كل زين، اي وعدوني وخبروني واتصلوا بي على اساس التسجيل هاي الجلسه بفلوس، اي وما اعطوني فلوس، ما اعطوني للاسف يعني. يعني مو احنا ود الفلوس قد ما هي صحيح، المفروض لا هي هو قيمة يعني يعني. تصرفهم، هذا صحيح، تصرفهم هذا مو يعني، مو احنا اللي هيك يتصرفون يعني. ومو انتو اللي يقولون من تدورون المال. البدايه، من صحيح البدايه تعالوا غنوا بلا مقابل، احنا ما عندنا مانع، بس صحيح كانوا يقولون لو ثاني مكتوبين عيب عيب صحيح، عيب كلش ما حلو. للعراقيه. شنو تحبين تقولين رسالة جمهورك؟ طبعا الشباب على الصفحة كلهم يقولون سوي مقابلة ويا ست أمل، يعني هسه كلش فرحانين بحضرتك، شنو تحبين حبيبي تقولي لهم؟ حبيبي، أنا سلامي وتحياتي وقبلاتي لكل الشباب اللي يسمعني وأموت عليهم وأحبهم، وإن شاء الله يا احنا ربي نموت بس عليك. الله شوية رب العالمين يعيننا إنه نقدم الشيء الجديد اللي يرضيهم ويحبوه إن امين شاء يا الله. ربي. طبعا الحمد لله على السلامة، حبيبي الوعكة الصحية اللي مريتي بها الفترة اللي فاتت. تسلم مراتي، تسلم أمي، تسلم تسلمي لي. حبيبي، منو تحبين أشكركم منو تحياتي. تحبين منو تحبين ترشحين من مطربات الزمن الحلو انه نسويها مقابلة مثل حضرتك كذا؟ يعني نتمنى انه ترشحين لنا وحدة. والله ماكو، ما عندنا مطربات، احنا شو ماكو عندنا مطربات صحيح، بس حاليا، بلا احنا ما اتذكر انا، ما اتذكر انا سمعنا انه مثلا اسم عندك يعني. علاقة يعني ويا ست نزيهة ما اذا نزهت، ست ما اذا لا ما تسجل، ما تسجل يعني، يعني قصدي انه وطبعا نحكي وياها على التليفون بس هيك شيء لا انه لا لا نسهر ما عنها. تقبل، ما تقبل، ترفض، هي ترفض لانه اعتزلت. اي بس يعني ما عندنا مطربات حاليا، ماكو يعني ماكو مطربات عندنا تقدر تعتمد عليها اذا سواء قديمة ولا هذا، صحيح ماكو يعني. اي صحيح خاصة صحيح. النسائي والبنائي قليل. شكرا جزيلا ست أمل خضير، ممنونين من حبيبي عندك وعلى حبيبي وقتك. شكرا حبيبي جزيلا، حبيبي ماما، شكرا عيني، هلا مع وسهلا، السلامة. مع تحياتي لك، السلامة، هلا تحياتنا، وسهلا، مع مع السلامة. السلامة. اهلا وسهلا، اهلا بيك. قبل فترة حكينا ويا ست سليمة، هم سوينا وياها مقابلة قصيرة على التليفون. اي حابين نسأل حضرتك، وين انت اليوم؟ بدك تحضرين شيء لنا او لا؟ وين حاضرين معنا يعني؟ تحضرين شيء يعني تقدمي جديد لجمهورك؟ اغلب الشباب دا يسألون على الفيسبوك بالصفحة. والله يعني شيء يتمنى، لانه احنا معاناة قاعدة نعاني من انه ما نقدر نقدم شيء يعني جديد حقيقة. ماكو لا فضائيات اللي تساعدنا بتصوير، بس يوعدون يعني العراقية، خوف العراقية ما اعرف يعني، ما يعني ما اريد احكي يعني، بس ما نقدر ما نقدر نسوي شيء يعني. احنا شفنا حضرتك بفيديو كليب تصور للعراقية، نسيت لأي أغنية كان بالضبط، بس وعدتي وراها انه حينزل فيديو كليب بعده هم يعني ثاني، بس ما شفنا.